ومن عند الديمقراطيين لعند الجمهوريين، وترامب واللي الشماتة كلمة ممكن تلخص ردات فعلهم على انسحاب بايدن. الشماتة وصلت لدرجة مطالبة هاريس بعزل بايدن صحيا من الآن، وأنه ما يكمل فترة ولايته أصلا لأنه لا يصلح. وحتى في من الجمهوريين اعتبروا كل اللي صار خدعة وقاموا فيها الديمقراطيين بحق الشعب الأمريكي اللي اختاروا بايدن، وقالوا أنه ما يصير يعملوا كده في مرشحهم. وطبعا أبرز الجمهوريين الشامتين المرشح المنافس دونالد ترامب، اللي ما وقف من وقت الإعلان عن انسحاب بايدن من نشر بوستات وتصريحات. فأول ردة فعل له كانت تصريحات لسي أن أن، قال فيها أنه سيذكر تاريخ بايدن كأسوأ رئيس في تاريخ البلاد. يعني ما حتى رحموا شوية حتى بعد الانسحاب، ما اداله بريك كده شوية. رجع بعدها نشر وقال انه بايدن ما كان مؤهل للترشح للرئاسة اصلا، ومو مناسب لخدمة امريكا، وما وصل لمنصب الرئيس الا بالاخبار الكاذبة اللي نشرها كل اللي حوله من طبيبه وحتى وسائل الاعلام اللي بتأيده. وراح ترامب لأبعد من كده، فقال إنه بايدن مو مصاب أصلاً بكوفيد، وإنه من وقت المناظرة اللي عملها معاه في 27 يونيو كان يبغى ينسحب وانكشف على حقيقته، وهم قالوا إنه مصاب علشان يخبوه عن العالم. وقال ترامب إنه تم طرد جو بايدن من السباق الانتخابي، وسخر كمان وقال بايدن حيصحى بكرة ناسي إنه تنحى اليوم. ترامب عن هاريس للآن ما كتب شيء، بس هو في أول تصريحاته المنقولة عن CNN قال لهم الفوز على هاريس أسهل من الفوز على بايدن، وهو أوريدي من كم يوم مو مقصر فيها أصلا يعني، ونازل يعني. وبالنسبة لرأيه فيها كثار تذكروا له أول فيديو تم تداوله بعد المناظرة، واللي قالوا أنه ترامب تنبأ فيه باللي جاي. How did I do with the debate the other night? Oh, fantastic. Amazing. Kicked that old broken down pile of crap. Yeah. It's a bad guy. He just quit, you know. He's quitting the race. Is that right? Yep. I got him out of the race. Good job. And that means we have Kamala. I think she's going to be better. She's so bad. She's so pathetic. It's so amazing. فكركم طبعا يعني نخلص كلامه وشماته؟ أكيد لا طبعا. طالب بمناظرة جديدة مع أي شخص بيختاره الديمقراطيين، بس على قناة فوكس نيوز هذه المرة، مو قناة ABC اللي وصفها بأنها بتبث أخبار كاذبة ومتحيزة لبايدن، وهي اللي نقلت مناظرته مع بايدن. معنا من واشنطن طارق الشامي الكاتب والباحث السياسي، اهلا فيك معنا طارق. طيب لما يعني هو ترامب يعني بيحطمهم كلهم، بس يعني هو يعني جالس يحطم في هاريس من اول يعني، وبيعلق عليها تعليقات كثير، ما تشعر انه يمكن في استقلال منها او تقليل من شأنها قد تفاجئنا؟ تحياتي لك أولا أستاذ السارة ولجمهورك الكريم. يعني أعتقد أنه هذا ليس بغريب على الرئيس ترامب، هو يسخر من كل معارضيه سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين، أيا كان المنافس ضده هو يعني يستمتع بنوع من السخرية والتهكم إذا كان على شكله الشخصي أو على صفاته أو على طريقة مشيته أو نطقه أو كل شيء يعني، وبالتالي هذا جزء من طابع شخصيته. كمالا هاريس هي واحدة طبعا من هؤلاء، وقد سخر منها حتى قبل انتخابات 2020 حينما يعني وصفها أيضا بأنها يعني غير مؤهلة وغير صالحة وانتقدها بشدة، وهي اعتبرت ذلك أيضا أنه هو يتعامل بشكل عنصري ضدها. والآن هو وصفها بكنية جديدة وهي أنها كمالا الضاحكة أو لافن، في إشارة إلى أنها تضحك يعني بمناسبة وبغير مناسبة في المؤتمرات الصحفية وفي جولاتها هنا وهناك، وبالتالي لا أعتقد أنه هذا سيتراجع، سيستمر ترامب دائما في هذه الأوصاف، ولكن هو يجب أن يكون حذرا لأن الآن منافسته هي أولا امرأة، ثانيا تنتمي للأمريكيين السود والأسيويين في نفس الوقت، وبالتالي أي سخرية ضد هذا سوف يحسب أو يعني يهاجمه الليبراليون على أنه نوع من التهكم على المرأة ونوع من العنصرية ضد السود أو ضد الأسيويين، وبالتالي سيضعه في تصنيف آخر، لكني لا أعتقد أنه سوف يتوقف، هذا جزء من شخصيته وسوف يستمر.
نعم. طيب بالنسبة للكلام اللي كثير ناس مثلا الآن بيقولوا أنه وخصوصا من المحافظين أو الجمهوريين يعني اللي بيقولوا نحن أمام بنصارع نظام، ما بنصارع مثلا فرد أو مرشح عادي، لا في نظام، وهم أكيد الآن في جعبتهم شيء رح يطلعوه إضافي لترامب وضرب فرصه في الوصول للبيت الأبيض. قد إيش فعلا تصدق هذا الكلام أو تؤمن بهذا الكلام، أو يعني في تقول منطق أو أنه بس نظرية مؤامرة؟ يعني نحن في صراع انتخابي، كل طرف يهاجم الطرف الآخر بكل ما له من قوة، وأعتقد أن الجمهوريين يعني يظنون بأن هناك دائما مؤامرة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وهم يرون أنه يعني ضحية في حقيقة الأمر، بل أن البعض وصفه بأنه يعني الرب أنقذه من محاولة اغتيال، وشهدنا يعني ما قيل من أنها كانت مؤامرة لاغتياله. بصرف النظر عما حدث، هذا يعني عزز شعبية ترامب في مؤيديه وربما مع بعض المستقلين، لكن وجود كامالا هاريس الآن هو يعني ينفي ما رغب غالبية الشعب الأمريكي في رؤيته، وهو أن يكون هناك إعادة مباراة مرة أخرى بين نفس الشخصين في انتخابات 2020. نحن بصدد انتخابات جديدة الآن. الاتهامات التي كانت توجه لبايدن في أنه رجل عجوز وكبير في السن يمكن أن تطلق أيضا على ترامب، على الرغم من أنه في حالة أفضل، لكنه أيضا رجل يقترب من الثمانينيات، وحينما إذا فاز في هذه الانتخابات وهذا مرجح كثيرا سوف يكون أيضا في يعني عندما تنتهي ولايته سيكون في أكبر من سن بايدن الآن بنحو 8 أشهر. يعني انقلبت وانعكست يعني كده، خلينا نقول الآية. طيب انسحاب بايدن الآن من مصلحة الجمهوريين بشكل عام، ولا وهذه اللخبطة كلها من مصلحتهم، ولا هم كمان برضو اللخبطة حتأثر عليهم هم أيضا؟ مرشحة جديدة، تصرفات جديدة، أشياء جديدة. بالتأكيد، يعني أعتقد أنه هم كانوا يظنون ويعتقدون بأن ترامب أن بايدن سوف يخرج من السباق، وكان هذا واضحا بعد المناظرة الكارثية التي يعني كانت بشكل سيء جدا له، وأسفرت عن ضغوط متزايدة عليه طوال الوقت. هم توقعوا هاريس وبدأوا حتى في بث إعلانات ضد هاريس قبل أن ينسحب بايدن من السباق، وهذا يعني أنهم كانوا يتوقعون ذلك. لا شك أن استراتيجياتهم سوف تختلف كثيرا، لكن أيضا سوف تركز أيضا على الفكرة الرئيسية وهي ملف الهجرة، باعتبار أن هاريس كانت مسؤولة عنه وبالتالي تتحمل مسؤولياتها. نعم. وعلى سيرة هاريس أنا بشكرك، كان معنا الكاتب والباحث طارق الشامي.